اه طاقة الجمود طلعت مقلوبة، عم بشوفك عم تتحرك هذا الشهر شوف يا برج الجوزاء في أشخاص من برج الجوزاء إلهم تقريباً أكثر من سنتين خلينا نقول أو ثلاث سنين حاطين في موضوع في بالهم يمكن يكون عمل بدهم يتركوا العمل وكثير مترددين بدهم يغيروا العمل وكثير مترددين أو يمكن بالعاطفة ما يعني ما متحدد هذا الشيء بالطاقة الطاقة بشكل عام تيجي فعم بشوفك هذا الشهر عم بتقرر وأخيرا إنك تطلع من هذا الموضوع نهائيا عم بتحط حد لهذا الموضوع بشكل نهائي عم تتجرأ شايفة في عندك جرأة كبيرة هذا الشهر من بعد حيرة لازمتك فترة طويلة عم بتحاول مش بتحاول لا فعلا عم تقطع الموضوع كله وتختار شغله من الشغلتين اكتر شي عم بشوفها انه تغيير عمل عمل انت كنت كتير ملازمه لك فتره طويله عم بتغيره او عم تقرر انك تتركه تغير مجالك أو ممكن يكون على العاطفة بشكل عام خلينا نشوف لبرج الجوزاء برج الجوزاء هذا الشهر في زي ما قلت لك انت راح تاخذ قرار كبير في قرار كبير في حياتك انت كنت مأجله لك فتره وهيك عم بشوفك بتاخده تكسر كل شيء يعني رح تكسر كل الم... خلينا نقول مش مبادئك أه... انت دائما برج الجوزاء بتاجل الامور او عندك شويه حيره يعني دائما في عندك حيره بالامور كذا هذا الشهر لا عم بشوفك بتكسر كل شيء وتطلع من وكانك صبرت لفتره طويله على موضوع معين على شخص معين وخلاص انفجرت أه... يعني اخذت قرار صارم اخذت قرار صارم بانك بعد طبعا بعد ما امتلكت كل الادوات انك تاخذ هذا القرار وانا بشوفه قرار سليم جدا لانه الورق كله ايجابي بعد هذا القرار راح تدخل سايكل حياه جديده بكل الاشكال كان في تغييرات يعني على حياتك اليوميه العاديه آه رح تحاول آه تعملها شايفه في شيء جديد عم يدخل حياتك وفي شيء عم يطلع من حياتك في تغيير جذري آه ما عم بقول هيك تضخيم لا فعلا كل الورق عم بيقول في تغيير جذري من بعد قلت لك فتره طويله كنت مأجل موضوع معين عم بشوف عندك الطاقه الكامله انك آه تعمل هذا الشيء وصبرك كان في محله استنيت لما خلص صار خلينا نقول الموضوع بجيبتك او ضمنت موضوع معين اخذت هذا القرار او رح تاخذه ولكن هذا الموضوع كلياته رح يصير بتكتم انت مكتم على الموضوع اساسا يمكن كمان مخبي فلوس او في فلوس راح تجيلك شايفه في عندك كمان أمنية في العمل عم تتحقق آه في شخص كتير زعجك بالشغل في ممكن تكون أنثى مو شرط أنثى بس الأغلب إنها أنثى آه أنثى مائية ممكن تكون مائية أو نارية آه المهم هذا الشخص أو ممكن يكون ذكر ما, ما دخل آه هذا الشخص كتير ازاك كتير على فكرة ممكن يكون كمان ترابي أذاك كتير ولكن عم ياخد يعني عم ياخد نصيبه شوي شوي عم بتجازى على أفعاله شوي شوي وكأنك خلص قررت تترك يمكن هذا الشغل بسبب هذا الشخص ممكن شايفة عندك طاقة انتظار انا السيناريو كله عم بشوفه عمل ما بعرف ليش كله عم بيكون السيناريو عمل ما عم بشوف عاطفه في هذا السيناريو رح نفتح طبعا للعاطفه ولكن يمكن تركيزك كبير هذا الشهر على العمل يا جوزاء على العمل والماده شايفه في فرحه في في شخص من برج الجوزاء ممكن يكون زيك ممكن يكون هوائي ممكن يكون ناري او قوس او اسد هدول الاشخاص اذا كنت بتعرف منهم فهو رح يساعدك في هذا الموضوع في موضوع العمل الجديد او الامر الجديد اللي عم تعمله اذا في تغيرات في او تحضير ممكن لتغيرات معينة ممكن انك تحضر بشهر اكتوبر لهذا الموضوع وتنفذه بشهر نوفمبر بس التغيير موجود تغيير موجود بشكل كبير شايفه كمان في هذا الكرت ممكن يكون حمل عند نساء برج الجوزاء في في فرصه حمل هذا ال... هاي الفتره خلينا نقول مش بس اكتوبر انا عم بفتح لاكتوبر بس عم بشوف هلا الطاقه عم تمتد شوي ل... لنوفمبر فعم بشوف ممكن يكون في حمل اما في اكتوبر او نوفمبر الطاقات اللي عم بتكون عنا عم بتكون في دلو أسد هذا بشوفه قوس هذا بشوفه جوزاء حتى أنا أحيانا بشوف كروت بحب بشوفها برج معين مع إنه ما يعني ما ناس كتير يعني ما ما بتقتنع بس أنا بشوف هاي الأبراج أكثر الطاقات عم بتكون مائية هوائية ترابية شوف بالنسبة للعاطفة بشكل سريع زي ما قلت لك هذا شهر القرارات هذا شهر يعني شهر خلينا نقول صبرت كتير وخلص بكفي بالنسبة لبرج الجوزاء عم يقلب الطاولة على كل الأصعدة وكأنه مل خلاص من الانتظار أو من الصبر على أشخاص معينين بشكل عام اكثر شيء بالنسبه لل بالنسبه للاشخاص العزاب او الارامل او المطلقين شايفه في شخص معجب في شخص مقبل جديد هذا الشخص ممكن تكون طاقته ناريه ممكن هوائيه ممكن يكون سرطان هذا الشخص عم بيراقب من بعيد ولكن شايف رح ياخد خطوة هذا الشهر عم بيفتح معكم موضوع في بإيده شغلة ما بعرف عرض زواج أو عرض علاقة جدية لكن بشوف الهيئة جدية العلاقة جدية نوعا ما شايفيتك عم بتحط كل الامور المشاكل العاطفيه تحت اجريك انت والشريك يعني مبين من الورق انه الاغلب منفصل او على مشاكل مع الحبيب كان بالفتره الماضيه عم بشوفك من بعد العواصف من بعد الامواج الهائجه صار في مشاكل كتير للمب... يعني مبين بالفتره الماضيه عم بتحطها كلها تحت اجرك عم عم تكون قاعد على البحر تشرب طبعا هذا بشكل مجازي انا عم بقول يعني ترجمته بيكون انتم عارفين كيف تترجموا الاوراق عم تحطوا اتنيناتكم عم تحطوا المشاكل تحت اجريكم وتمشوا عم بتسكتوا اشخاص عم بيكون في عم بيكون في استشفاء برضه من طاقة سلبية عندك هذا الشهر ممكن يتم على خير هذا الاستشفاء مع هذا الشهر أو شهر نوفمبر ممكن أنك خلاص يتم الاستشفاء عندك إذا كنت عم تستنى أنك أو عم تعمل استشفاء لطاقة سلبية معينة فأنا بشوف عندك استشفاء إن شاء الله مية بالمية في هاي الفترة في أكتوبر أو نوفمبر لأن الطاقة عم تمتد شوي بهاي الورق أنا عم بشوف بشوفك سعيد بشكل عام على الناحية من الناحية العاطفية في أمنيتين في شغلتين في خبرين على الصعيد العاطفي اثنيناتهم راح يكونوا متلاحقين شوف شغلة صغيرة بعدين تيجي الشغلة الأكبر وأكنه رجوع بعدين زواج أنا ما بحكي الزواج هلأ راح يتم ولكن هاي كلها بوادر خير أو خلينا نقول وعود ممكن تكون تحضيرات اخبار مطمئنه شايفه الشريك عم بيحمل لك شيء عم بيحمل لك مفاجاه عم شايفه رجوع بالنسبه للمنفصلين بشكل عام في اجتماع مع الشريك ولكن هذا هذا الاجتماع رح يكون بعد <applause> بعد أخذ عطى كتير بعد مجاكرة قعدت فترة طويلة يمكن تجاكروا ببعض شايفة لا خلص وكنه مليتوا الاثنين من البعد مليتوا من المواضيع بلا طعمة شايفة كل المشاكل كانت عم تصير على أمور كتير تافهة ولكن كنتوا عم بتكبروها أنت أو الطرف الثاني طبعا القراءات العاطفية بتكون عكسية أحياناً شايفه في عندك حتى المال دخل عندك على على الخط هون من كتر ما انت مشغول بالعمل يا جوزاء والماده عم عم يدخل كمان حتى على العاطفه اللي فتحناها فعم بشوف في اموال في اموال ممكن تكون من جهه الشريك جايه اذا كنت متزوج الشريك راح يصير في عنده زياده في الماده كمان هذا الكرت بشوف في زواج او بشوف في رجوع في بوادر خير في امور حلوة وفي عندك استشفاء يعني في عندك استشفاء من طاقة سلبية يا جوزاء